لقطتي الله يبارك فيك. في البداية نشكركم على اهتمامكم بالمنتخب الأردني للتنس. بالنسبة للمباراة الأولى مهمة كثير، يعني النتيجة بتعطي حافز كبير للاعبين للمباريات اللي بعدها. طبعا مستوى المجموعة الرابعة في كأس تصفيات كأس ديفيس تقريبا في مجموعة المستويات متقاربة جدا، والحظوظ تكاد تكون يعني متقاربة لأكثر من دولة. التوفيق جانب مهم في يعني التأهل، أداء اللاعبين طبعا برضو مهم. تنساش أنه الآن نلعب في حرارة ورطوبة عالية، المنتخب يعني شوي الأمور بالنسبة لهم صعبة مش متعودين عليها، لكن نتأمل أنه إن شاء الله يعملوا نتيجة أحسن. والله أول ما جينا يعني كانت أول مباراة مينمار، يعني خسرنا اول مباراه بالسنجل والثاني فزناها الحمد لله، وبالدبلز لعبنا انا ومحمد ليس والحمد لله فزناها، وامبارح لعبنا مع السعوديه وخسرنا 2-1 للاسف، واليوم ان شاء الله مع قطر ان شاء الله نفوز، يعني ان شاء الله نتقدم للادوار النهائيه ونتاهل ان شاء الله لجروب 3.